بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن السائل الأمينوني داخل رحم المرأة الحامل. ويقوم هذا التحليل بالكشف عن بعض من تشوهات الحمل مثل يعني متلازمة داون أو التليف الكيسي، ويتم هذا الفحص يعني من قبل طبيب متخصص، وغالبا يقومون بهذا الفحص من الأسبوع 14 إلى الأسبوع 20. في هذه الفترة يقومون بهذا الفحص، وأيضا ينصح به يعني من قبل أطباء متخصصين في هذا المجال. وهذه الأطباء يعني غالبا ينصحون بالأزواج الذين قد يعني يعانون من المشاكل الجينية المتكررة في يعني الحمل السابق، كما أنه يعني يوفر معلومات حول الحمض النووي الدي ان اي، ويعني والذي يعني يستخدم في السائل المتعلقة بإثبات يعني بإثبات نوعية النسب لهذا الجنين. وطبعا غالبا تستخدم تقنيات جديدة في هذا الفحص، وكل تقنية يعني مختلفة من طبيب إلى طبيب آخر. وكيف يتم هذا الفحص؟ تحليل السائل الأمينوني طبعا يستخدم مجموعة أدوات، منها إبرة رفيعة للحصول على كمية صغيرة جدا من السائل الأمينوني. وأيضا يجب على الطبيب أن يحصل على خلايا من الكيس المحيط بالجنين، وغالبا يتم إرسال العينة إلى المعمل الخاص لهذا النوع من الفحوصات، ويتم يعني فحصها من قبل يعني طبيب متخصص في هذا يعني المجال. هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد من السعودي الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.